ثانيا انتوا ايه النظام عندكم، انت هتسعر لي الدولار بكام، هينزل لانه عارف كده. انا قلت لك في المكالمه عايزك تفهمني انا احنا تايهين ما بين البيضه والفرخ. ايوه، فهل الروشتة دي بتحل المعضله دي؟ دي البيضه ولا الفرخ؟ لا دي بتحل لي معضله البيضه والفرخه، لان انا هبدا بيها بالتوازي وهبدا بيها وانا معتمد على حصيله دولاريه ما هياش عظيمه لكنها كبيره بشكل كافي. الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش احددها النهارده السعر اللي هنقف عنده، وده ممكن تحسب بشكل فني كويس قوي عشان ما احطش سعر احرق عنده كل الفلوس اللي عندي. أيوة. يعني احط مثلا سعر خلاص هنحركه نخليه 35 ثم الاقي الفلوس اللي عندي كلها اتسحبت ثاني يوم بال 35، لا. لكن مع الاشارات اللي بقول لحضرتك عليها والتدفق، اشارات حقيقيه مش اشاعات. نعم، لان نعم. في ناس بتحاول تخدم فبتحاول ترمي اشاعه تقول لك ده احنا داخل لنا مش عارف تريليون دولار، الكلام ده كلام فارغ. أيوة. واثره قصير الاجل جدا وما بيعملش حاجه. نعم. احنا عايزين نعم. كلام حقيقي. لما نعمل دي ونعمل اعاده الهيكله فالناس تعرف، مش الناس، الاسواق تعرف ان مصر ما عليهاش ضغط في الدين في الاجل القصير. محتاج تسرع شويه في مساله ملكيه الدوله. محتاج امشي بسرعه في ملكيه الدوله في التخارج، دي من الحاجات اللي انا حاططها. احنا ماشيين ببطء جدا. ولا خليني معاك واضحه. ولا انت مش لاقي مشتري؟ الاثنين. الاثنين، لان انت برضو مش عايز تحرق اصولك بثمن بخس، وده حتى مديره الصندوق قالتها، انت ما تستعجلوش في البيع لو مفيش سعر عادل، او مفيش لو انت بتبيع بيع المضطر يعني. ايوه. لكن في نفس البيع خسران يعني. البيع خسران. لكن في نفس الوقت في ريزيستنس، في مقاومه في 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 في, في جوه في في, في في عندنا في الملكيه في الستيت اوند احيانا انتربرايزز او في الشركات المملوكه ملكيه عامه للدوله وانواعها كتير، منهم هم 705 شركه على مستوى الدوله يعني. دول فيهم نوع من المقاومه، المقاومه دي لازم نتصرف فيها بشكل فعال عشان عندنا فعلا يعني مجموعه ممكن التخارج جزئيا على الاقل منها بسرعه اكتر من كده شويه. ده هيعمل لي يعني اهداف كتيره في وقت واحد. هيدي اشارات ايجابيه ان الدوله بتتخارج وما بتزحمش القطاع الخاص. هيدخل لي تدفقات انا محتاجها، السنه اللي فاتت دخل لي 10 مليار، هم اللي سندوا معايا ميزان المدفوعات. صحيح جزء من الفائض بتاع ميزان المدفوعات اللي هو 880 حاجه و80 مليون دولار بسبب كبح الواردات، وده اثر عليا سلبا في التضخم، لكن جزء تاني كان بسبب ميزان المعاملات الراسماليه وبسبب تدفقات رؤوس الاموال. طيب يبقى انا لما اعمل ده وابتدي احول شركات قطاع الاعمال الى شركات اداره اصول بالفعليا بقى ايه الفرق؟ يعني ايه؟ هي حاليا شركات قابضه المفروض تكون انها بتدير محفظه اصول، لكن لكن هي وده جانب بس من شركات المملوكه للدوله، في جانب اخر او جوانب اخرى، لكن هذا جانب مهم. انا كنت رئيس شركه قابضه لك تذكري هذا وقعدت معاكي اكتر من صحيح. انا كنت عايز ادير الشركه دي بفكره اداره اصول، اداره محفظه. وبالتالي يبقى عندك الكفاءات في كل في هذه الشركه القابضه انها تدير محفظه من الاصول. ده هيسرع اكتر من عمليه التخارج واداره المحفظه بشكل فعال بشكل ايجابي، ايه اللي اخرج منه وايه اللي ما اخرجش وامتى وازاي. وبالتالي بدل ما انا عندي صندوق سيادي واحد بس بيفكر او شركه واحده زي اي كابيتال بتفكر، انا عندي كذا مدير محافظ موجود معايا ومدير اصول ممكن يشكلوا مجلس هو اللي يسرع ويعجل بهذا الملف بشكل كبير. الكلام ده كله وانا بعمله لازم افتكر ان في مبدا مهم جدا بتلجا اليه الدوله احيانا برضه في الاجل القصير، حاجه بنسميها الويند فول تاكسس. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بينزل لها ارباح من السماء كده في فتره من فترات لازم افرض عليها ضرائب استثنائيه. وده لما تعرفها الاول معروفه معروفة. يعني مثلا انجلترا في فتره من فترات البترول حقق ارباح استثنائيه لاسباب متعلقه بازمات معينه. تمام. بتفرض عليهم في فتره قصيره، فتره قصيره جدا ويند فول تاكسس. انا مثلا عندي ناس عملت ارباح عمله، فروق عمله كبيره جدا، وانا عارفهم. عارفهم؟ ما هم موجودين في القوائم الماليه، هو كاتب ارباح فروق عمله. ده دي قوائم ماليه بتتكلم على اعتبار ان هو صادق. ما هو لازم ده مدقق حسابيا، صادق بهذا الرقم ده بس مدقق حسابيا وعامل ارباح. يعني هو بالعكس ده هو لو كاذب هيقللها، لكن هو بيقول انا عامل ارباح كبيره اسمها فروق عمله وما بيدفعش عليها، هو بيدفع الضرائب التقليديه. ممكن الدوله تفكر، انا مش عايز بس حد يفتكر انا عايز الدوله تفرض ضرائب جديده، لكن انا بقول احيانا في الازمه الشديده الدوله بتلجا لهذا النوع من الضرائب على بعض الشركات اللي محققه ارباح استثنائيه بسبب الازمه، اللي هم بيسموه اغنياء الحرب. اغنياء يعني. طبعا ده واحد ده واحد اغتنى في الازمه كسب فلوس من الهواء، فعشان كده اسمها ويند فول تاكس. فلوس جايه لك من الهواء ادفع عليها ضريبه زياده شويه للدوله في فتره معينه عشان اقدر اجمع. دي مش هي جبايه، هي كلمه جبايه مش عيب للدوله على فكره، لكن هذه الجبايه مطلوبه في الاجل القصير جدا. في الاجل الطويل بقى عشان عارف ان الوقت بيداهمنا، انا لازم احل المشكله من جذورها. انا عندي عجز مزمن، عجز داخلي وعجز خارجي، عجز في الموازنه العامه وعجز في ميزان المدفوعات وتحديدا ميزان التجاره. يبقى انا لازم اعمل ايه دايما باستمرار؟ ازود الانتاجيه، اعمق المنتج المحلي،
اقلل الاعتماد على الدولار، لان الطلب على الدولار هو طلب مشتق من الطلب على ان انا استورد بالظبط، والطلب ومشتق من الطلب انت اللي خليته سلعه ومشتق من ان انا اسدد ديني بالظبط. يبقى لازم احط تاني سقف للدين الاجنبي، ارجع للقاعده الذهبيه اللي كانت موجوده قبل 2005، ابتدي ما يبقاش فيه دولار بستلفه غير لو انا هجنريت بيه او هيدخل لي دخل دولاري قده على الاقل، واحط قيود. وحده الموازنه اللي اتكلم عنها رئيس الوزراء واتكلم عنها وزير الماليه مؤخرا في اخر حديث له مهم جدا، لان مبدا وحده الموازنه ده هيعمل سيطره على الدين، وهيعمل وهيعمل لي نوع من انواع نقدر نعملها. نقدر طبعا في مصر نقدر ولازم نعمل، لازم لازم، وده حتى مطلب من المطالب بتاعت مؤسسات التمويل، لكن هو المفروض مطلب وطني في الاول اكتر منه طبعًا. في الاول طبعًا. فمحتاج يعني نتعاون مع بعض طبعا عشان تبقى الموازنه واحده. خدمه الدين يعني بتثقل يعني بتشل الدوله طبعا، فطبعا انا لو قدرت اسيطر عليها، والديون معظمها ناشئه عن مين؟ صحيح. مش عن اجهزه الموازنه. أيوه. معظمها عن الاجهزه الاخرى، عن عن اللي خارج الموازنه، اوف بالانس شيت. طبعا معظم الديون، معظم الديون أيوه. خارجيه بالذات من 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 هيئات مستقله، من هيئات اقتصاديه. فانا لما ادخل الهيئات دي جوه الموازنه هبقى في كنترول اكتر، في رقابه وضبط اكتر. صحيح صحيح. شرفت بيك دكتور متحدث، شكرك فندم، شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم. شوفوا